الو، اهلا يا دينا، ازيك؟ ازيك يا نعاء، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا بحبك جدا جدا. الله يكرمك. جدا. الله يخليك يا دينا. قولي لي ايه قصتك بقى مع الموضوع بتاعنا؟ بصي يا ستي، هي قصتي ان انا متجوزه بقالي 13 سنه، وجوزي المفروض ان احنا بنحب بعض جدا وهو بيحبني جدا، وعمري ما كنت اتوقع ان هو ممكن مثلا يكلم حد غيري او يشوف حد غيري او اي حاجه خالص، لدرجه ان انا مثلا لو كان حد جه قال لي ان انا شفته مثلا في حته فلانيه او بيعمل اي حاجه ما كنتش بصدق، لا يمكن. بس مع مرور بقى السنين وكده وفي العلاقه اكتشفت ان ده ممكن ان هو يحصل، يعني بالفعل حصل، يعني فاهماني؟ هو كان طول عمره مخلص وكويس ومفيش حاجه، وفجاه بعد 13 سنه ده اللي حصل، ولا كان بيعمل كده وانت ما كنتيش عارفه؟ لا، بعد 13 سنه بدات المواضيع تختلف، حاسه ان لا، يعني في انحراف بيحصل، في ممكن لو اي حد ممكن مثلا ظهر قدامه ممكن هيتكلم، هيعمل يعني هيضعف قدام اي حد بسهوله جدا، انت فاهماني؟ بس فبالفعل فعلا لما بدات اركز، بصي اي ست في الدنيا بتحس بجرح لو هو على علاقه بواحده او بيكلم واحده او 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 اي حاجه، بيبقى في حساس كده شغال، فالست بتحس على طول بالموضوع دوت. فانا في فتره من الفترات فعلا حسيت ان في حاجه مش مظبوطه، لان كمان الراجل لما بيكون داخل في قصه زي كده بتحس ان هو بيدي قوي، بتحس ان هو عارفه بيطبطب عليكي قوي، بيحسس قوي عشان ما تحسيش ان هو بيعمل حاجه. يعني انت شكيتي لما طبطب عليكي قوي؟ يعني دي من ضمن الاسباب، يعني قطيته عارفه ان هو انت مش عوايدك، يعني بيطبطب وكل حاجه، بس في حاجات كده طبطبه عن طبطبه بتفرق، فاللي هو كده ايه الالارم بدا بقى ان هو ايه، لا في حاجه. بدات طبعا ان انا ادور وابص وابحث واعمل والكلام ده كله، لحد ما لقيت فعلا ان في فعلا حاجه، وان هو اصلا كمان الراجل لما بيبقى هو بيكلم حد تاني او العلاقه بحد تاني بتبقى حاسه ان هو سعيد قوي ومبسوط قوي، يعني بيكون الموضوع معاه غير العادي بقى اللي هو شحنه الحياه بقى والدنيا وكده، فهو مش فاضي يبص لحاجه زي كده، بتلاقي اللي عنده ايه هرمون السعاده عالي قوي وعلى طول كده، فاهمه؟ منور كده وفي حاجه. الصراحه لما عرفت في الاول يعني ما اتكلمتش، سكت، يعني قلت لا، يعني طب كده. بس طبعا معاملتي شويه بدات تتغير، لان انا من جوايا طبعا عارفه بقى يبقى في احاسيس كتير ملخبطه بقى، انت موجوعه بس ما واجهتيهوش، يعني ما اتجننتيش وايه ده وانت ومين دي وكده؟ لا، فضلت ساكته مرقده. بفضل ساكته لحد ما اشوف واتاكد واعرف هو ليه عمل كده وفي ايه، طب ومين ديت، اكتشفتي ايه بقى؟ اكتشفتي ايه؟ اكتشفت ان فعلا هو بيكلم واحده، بس هو يعني طبعا لما واجهت في الاخر خالص بقى، بواجه بقى لما بتيجي بقى في الاخر بقى بتجيبي اخرك كده، فخلاص بتفجري الموضوع، بتواجه. فاهماني ازاي؟ بس فلما اكتشفت بقى وصلت ان طبعا اول، بصي هقول لك حاجه، اول مره خالص اكتشاف دي في اي حاجه بتبقى كارثه طبعا، وعايز يجيب لك حته من السما، انت فاهمه غلط، والله ده نزوه، والله ده مش عارف ايه، وانا وهي جت كده والموضوع جه كده وما كانش في حاجه، فبتبقي بصي متدلعه قوي. ده في اول مره اكتشاف خالص، وده اللي انا عايزه اقوله لاي ست فعلا، لو انت اكتشفتي حاجه زي كده يا اما انك تاخدي موقف، يعني خدي موقف يعني بحث جامد، ما يندحكش هو عليها، يعني ايه، ما يندحكش عليها لو قال لها معلش وبتاع، ما لا 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 خالص خالص بجد، عن تجربه شخصيه، لا يا تاخدي موقف جامد، مش هقول لك انك تطلقي، بس خدي موقف اللي هو فعلا قبل ما يفكر يعمل اي حاجه زي دي تاني، او ان هو يخش في قصه زي دي تاني، يعرف ان العواقب هتبقى وخيمه قوي. انما انت يضحك عليكي معلش وخلاص وهديه والكلام ده كله، خلاص بيتنسي وهو عارف الدنيا ايه، ويرجع تاني للموضوع تاني. لحد بقى انت ما بتيجي بعد كده بيبقى بصي ما فيش اي حاجه بتكفيكي من اللي هو بيعملها دي، خلاص بقى. طب انت هو الموضوع اتكرر تاني بقى يا دينا؟ بصي هو يعني ممكن تقريبا مثلا مره بعدها، بس يعني كان مثلا ايه، هو موضوع كان ماسنجر، فاللي هو كان فاكر ان انا اللي عامله كده، انت فاهمه ازاي؟
يعني انا لقيت الموضوع ان في تشات وكده والكلام ده كله، فهو كان فاكر ان ايه بقى ده انت، والله انا كنت فاكر ان انت، فانا بجاريكي وعادي ومش عارف ايه والكلام ده كله. فطبعا دي في الاخر برضه ما اتحسبتش. 300 مليون مهروسه مهروسه دي اتهرست قوي اللي يقول لك انا فاكر قديمه. فانا عايزه اقول لك بقى ان انا وصلت المرحله بقى فعلا، يعني هو ده شغل ابتدائي بتاع زمان ده بقى احنا كنا بنعمله بقى واعدادي وكده، ان انا عملت كده فعلا، عملت كده، عملت ان انا فعلا حد تاني واتكلمت بس الهدف ان انا عايزه اعرف هو عايز ايه او هو بيحب ايه او بيفكر بيه. ولقيتي ايه؟ احيانا كتير الراجل دعاء انت ما بتبقيش عارفه هو عايز ايه، زي ما بيكون حد تاني من بره هو بيتكلم معاه اكتر، بيفتح قلبه اكتر. بس دي الحركه دي وحشه قوي وبتوجع. هي وحشه، بقول لك حاجه، هي وحشه وحلوه. يعني انا اولا اتقفشت طبعا، عارفه، واتقفشت قفشه عبيطه قوي. طبعا. طب انتوا واصلين لايه؟ انتوا واصلين لقطه وفار دلوقتي ولا خلاص هدي ربنا؟ لا بصي هقول لك حاجه، يعني بصراحه يعني هو الموضوع طبعا جه كده لما عملت الحوار ده عشان اعرف بس دماغه بتفكر في ايه، او هو عايز ايه من الست، او ايه اللي بيحبه، او الكلام ده كله عن طريق يعني اللي هو كان واحده غيري مثلا، فاهمه ازاي؟ اللي هو واحده غيري بتتكلم عشان اعرف هو عايز ايه وانا اقدر اعمله واصلح. فوصلنا لايه علشان نلحق؟ قوليلي وصلت بس وصلنا ان احنا يعني بصي وصلت الكلام نفسي بقى، لو بصي خلاص عايز تعمل حاجه اعملها خلاص بيني وبينك ربنا. رميتي طوبته؟ مش بالظبط، بس مش عايزه اتعب نفسي وادور تاني وخلاص بقى ايه ثقتي في نفسي بقى، قلت لا لازم قفلتي أفضل. قفلتي الباب اللي بيفتح لك الشك، باب الشك ده قفلتيه. الموضوع متعب طبعا. بس بعد كل ده يا دعاء بقى، هل دينا وصلت انها تعرف هو محتاج ايه؟ كان محتاج ايه دينا؟ بصي زي اي راجل في الدنيا، محتاج اهتمام، محتاج رعايه، محتاج ان هو انك تسمعيه، يعني بعيدا عن ان انت تكوني مراته، انت فاهمه ازاي؟ بودن حد تاني، الراجل عايز اختلاف ثقافات، يعني هو كان ساعات كان بيكلم اجانب، يعني كان ممكن مثلا اجانب يتكلم معاهم او كده، يجي له والله تعمليها له زي الاجانب دول، متبادل ثقافات. حلو موضوع تبادل الثقافات ده يا دندن والله. بس دينا قالت لك ايه؟ هو كان سعيد قوي قوي غير السعاده العاديه بتاعتنا، فهي قررت ايه؟ وقالت لك منور كده، منور. طبعا. فهي قررت تطفيه، عارفه تظلمها بقى، يعني تدور وراه وتلاقي القصه دي.